ودابا غادي ننتقلوا لاخر فقره في هذا الدرس، وهي الانتقاء داخل ساكنه. شنو كنعنيو بالانتقاء وشنو الدور ديال الانتقاء؟ الانتقاء يعني كنتقي واحد المجموعه من واحد المجموعه ام اللي غادي تعطينا هذيك المجموعه اللي انتقيناها واحد المردوديه وواحد الانتاجيه احسن. متفق؟ مثلا عندك واحد الابقار كاين اللي مسكين، كاين شي بقره ضعيفه، كاين شي بقره مديره. شنو كنديرو حنا؟ كنتقيو هذوك البقرات اللي مزيانه اللي كيعطيو واحد الحليب كتير، اللي كيعطيو واحد المردوديه واحد الجوده احسن. هذا هو دور الانتقاء. متفقين؟ يتم الانتقاء بعزل الفئتين الهامشيتين بي و بي جو، بي واحد و بي جوج من بي، بي هي الام، مجموعه الام. ثم نقوم بدراستهما، يعني بي واحد و بي جوج. فاذا كانت النتائج المحصله عليها مشابهة لنتائج مجموعة بي، فإننا نقول أن هذه المجموعة متجانسة ومن سلالة نقية، وأن الانتقاء غير فعال. فاش كيكون هذيك النتائج بحال بحال، يعني الانتقاء اللي درنا ما فادنا بوالو، أصلا هذيك الجماعة راها متجانسة وجيدة. أما إن كانت النتائج مغايرة، فإننا نقول أن الجماعة بي غير متجانسة وليست من سلالة نقية، وأن الانتقاء كان فعالا. بس كيكون عندنا نتائج مختلفة، ديك الساعة كنقولوا كنستجب أن جماعة بي أم غير متجانسة وليست من سلالة نقية، وأن الانتقاء كان فعالا. هذا ما يخص في هذا الدرس. كنتمنى نكون توفقت بالشرح ديالو والتبسيط. حاولت أن نلخص قدر المستطاع، علاش؟ حيت التلميذ فاش كيتلخص يقدر يتبع، أما فاش كتعطيه درس كامل يعني لسه غادي يفيدو الدرس، راه يمشي لمدرسو غادي ياخد الدرس. انا كنحاول نساعد باش يمكن لكم تخرجوا التمارين يعني ماشي بواحد الجهد نيت، وماشي بواحد الرخاء، يعني واحد الجهد يعني متوسط، وتحصلوا على شي نقاط مرتفعه ان شاء الله. وبالتوفيق، والله يوفقكم في الامتحان الوطني، وان شاء الله نتلاقاو في شي درس اخر.